يطبق الماء في حالته السائلة العديد من القوى، أكثرها شهرة وزنه الذي استعمل لمدة طويلة لتوليد الكهرباء. يطبق الماء كذلك قوة هائلة على جدران السدود والناجمة عن ضغطه الهيدروستاتيكي. بالإضافة إلى هذه القوى هنالك قوى أخرى أقل شهرة تسمى التوتر السطحي. سنحتاج إلى وعاء به ماء، سلك كهرباء، خيط، وأخيرا سائل غسيل الصحون. نسكب القليل من سائل غسيل الصحون في الماء، نمزجه مع الماء جيدا للحصول على الرغوة، نشكل دائرتين على طرفي السلك الكهربائي بالملقط، نربط الخيط بطرفي السلك. نلاحظ أن الخيط رخو ويمكن اتخاذ أشكال متعددة. نغطس الخيط في الماء مرات عدة، تلاحظون أنه في كل مرة تتكون فقاعة ويتخذ الخيط نفس الشكل بغض النظر عن الطريقة التي نخرجه بها. يتخذ الخيط دائما نفس الشكل بسبب قوة مطبقة من طرف الفقاعة. تعمل هذه القوة على تقليص مساحة الفقاعة إلى الحد الأدنى، وهذا ما يسمى التوتر السطحي. وبما أن السلك الكهربائي صلب، فإن المساحة الدنيا هي إذن دائما على شكل هلال. ولو استعملنا الخيط فقط فلن نتمكن من الحصول على فقاعة، لأن التوتر السطحي سيعمل دائما على تقليص المساحة إلى الصفر.